تفرج يا أبطال، إن شاء الله تفرج. وإلا بتلاقي محروسة بنتك وش السعادة إن شاء الله. يا رب. يا رب. إن شاء الله. إيه نعم. المهم أنت خلي عينك بعين رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما بيصير تيأس يا أبو طالب. لا تيأس، لا تقنط من رحمة الله. إيه بس أنت لازم يكون عندك أمل. والله يا أخي يا أبو عدنان، عمري ما عرفت اليأس. وأملي برب العالمين كبير. كبير. بس أنتم شايفين الحالة يا إخواني. أيام وليالي وشهور عم بتمر بمرارة العلقة. أبا. يلا. يلا يلا. أبا. السلام عليكم. مرحبا يا عربة الشام. يا ميت اهلين وسهلين. تاج راسي شلونك؟ اهلا وسهلا. وين الغيبه بعد زمان؟ والله والله انت اذا انت ما بتجي لعندي فانا بجي لعندك، شو بدي اعمل يعني؟ يا ميت اهلين وسهلين راجي افندي. يا حلت علينا البركات. شاي ولا بارد تاج راسي؟ ما حزرت بنوم. ما فهمت عليك سيدنا الافندي. ايوه بكره وقت اطلبك لعندي على النظاره افهمك اياها بالقلم نشرح. اوف خير خير، شو صار؟ انا خدامك سيدنا، انا خدامك. حاجز دبا ولا؟ حاجز دبا عم قلك، وين بعد بعت لك اياه؟ مين 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 قصدك؟ مين قصدي؟ فريز النو؟ الله لا يوفقه. الله يورجيني في يوم. اوف اوف اوف، ليه بقى؟ والله يا سيدي لو ما انت بعته لعندي وامرتني اني خبيه عندي كنت فرمته فرمنا مضروب. قال قاويناه عنا، قام سرقني وهرب. يخرب بيته لا عنده شرف ولا عنده ضمير ولا عنده اخلاق. ابو فهمي هالحركات مو علي انا. انا اسمي راجي افندي، رئيس مخفض عمري. وينه؟ وين عملك؟ والله ما بعرف ما بعرف يا سيدي ما بعرف. لك حاج دبا ولا؟ وينه فريز النو؟ قلي لشوف. صدقني انا ما بعرف وينه. ايه؟ شو علي يا ابو فهمي؟ بس بكره وقت استدعيك لعندي على المخفر بتهمة قتل فريز النو. ساعة قال لي ما بعرف. والله ما تطلع من عندي قبل ما نتفاهم. راجي افندي راجي افندي بوس رجليك. انا خدامك. انا ايه ها بوس رجليك. خلينا نتفاهم، خلينا نحكي حكي غير. من الاول ما بدي بقى خلصني. تفضلوا تفضلوا. شوف شغلك. يلا روح روح بسرعه. بذمتي بضميري بصحتي بعافيتي انا حاسب حسابك من الاول. كذاب ولا؟ والله حاسب حسابك من الاول راجي افندي. بصراحة يا أخوان سمعنا من مدة بدورية فرنساوية ماسكين بنت عمرها من سنتين لثلاث سنوات وبحجة إنه قرايبها ضد الفرنساوي. أيوه. ومثل ما فهمت بحيث لما كانت الدورية أخذ البنت طلعوا لهم رجال وعلقت علقة قوية من دين الله مولاها. المهم وصلنا لزبده لك ابو عزو. شيء شو صار بالبنت يا ابو عزو؟ فهمت بانه قتلت بالطوشه اللي صارت بالشاغور. ابو عزو يرحم والديك لا تقولها. وحد الله يا ابو طالب، وحد الله. استهدي بالرحمن ابو عزو. انتو سالتوني وانا جاوبتكم يا جماعه. يا الله يا الله، وحد الله وحد الله يا ابن الحلال. لك مشان عافيتك رجال عند الشدائد يا أبو طالب. وحد الله وشد حيلك. وحد الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجسمان البنت وين صارت؟ أرضيها أبو عزو. دفناها بمقبرة باب الزير. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا هو الأبر. طول بالك أخي، طول بالك. ما بيجوز على الميت غير الرحمة. البنت راحت عند ربها شهيدة
سمونا الفاتحة يا جماعة، سمونا الفاتحة. صالحين دمك ما راح يروح هدر يا بنتي يا وش الزحت، ما راح يهنالي العيش والفرنساوي ببلادنا يا حبيبي تربيك، شانك بشان الكبار والأبطال، ما راح أقبل مقابلك إلا بطلوع الفرنساوي من بلادنا، وأنا أبو طالب، أنا أبو طالب نور الدين الأنوادي.